بسألك من هي لك دي؟ من زوجك؟ عيالي ريلي يزورونك باستمرار؟ خواتي كل 15 يوم يزورونك؟ لا والله كل أسبوع. كل أسبوع؟ الحين مسوي عمليات ديسك، ما أقدر أمشي وما أقدر أنام، تعبانة وايد تعبانة. كم عمرك الحين؟ 54. 54 سنة. عيالك مو قاعد تشوفينهم إلا بالحسرة ساعات معينة، كنت قبل بينهم يعني خلينا نقول 24 ساعة معاهم، الحين قاعد تشوفينهم ساعات معينة. أنا ما بي يعني أثير المواجع، بس أنا أدري إن أنت من الداخل تتعصرين ألم. أنا وايد تعبانة. وايد تعبانة، ما أقدر أقعد في هالمكان. إيش كثر صار لك هنا؟ ما صار لي 10 أيام تقريباً. 10 أيام؟ يعني السبع سنين هذه اللي من عمرك يعني ما أعتقد إن هذه راح تتعوض. العمر ما راح يتعوض. كل شيء يتعوض إلا العمر. عيالي كبار يعني لازم المفروض اني ازوجهم، المفروض اشوف احفادهم، ما اقدر اسوي اي شيء، اي شيء ما اقدر بهالوضع. شلون تقضين يومك؟ وين تروحين؟ ما اقدر اتحرك، كله نايمه بالفراش. شافوني بس ما اقدر اتحرك. اشوفك انا قاعد احاكيك قبل التسجيل، اشوفك وقفتي دقيقتين بعدين قعدتي. إيه عندي الديسك هذا عوارض كلها. سويتي عمليه؟ ها سويت عمليه. العمليه سويتيها في الكويت هنا؟ اي بالكويت. بس لان قبل يوم بسوي العمليه كنت نايمه بالفراش ما اتحرك. لا بس العمليه يعني ما صارت حالتك احسن؟ لا نفس ما هي. بالذات سالفه الديسك يعني صعبه، لان احنا مرض الام اس هو ياثر على اعصاب الجسم. اشوفك قاعد اشوفك. ف ان شاء الله يا رب. يعني انا حاس فيك وانا ادري ان انت لا ليلك ليل ولا نهارك نهار، ونفسيتك تعبانه، ودك تلمين عيالك تقعدين معاهم. يعني قاعده هني ما حد يدري عنك، عمرك قاعد يروح. انا حاس فيك وهم حاس فيك. فان شاء الله ان شاء الله يا رب تطلعين. ودي اشوفك تطلعين برا. اشوفك برا ان شاء الله. ان شاء الله قريبا تطلعين ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله اشوفك على خير. يعطيك العافيه. حياك الله.